لو الحكاية فيها إن فيتو. أملك في ربنا إيه؟ والله أمل في ربنا أنا أخلص جيش على خير كده وأسافر وأشوف أي أكل أعيش في أي حتة. بس ربنا يسترها معايا في الدنيا ويسترها معايا في الآخرة، يسترها معايا ده بالنسبة لي أنا، بالنسبة للشعب اللي بيسترها مع الشعب كله. طبعاً عشان هو يحقق لي اللي أنا بتمنيه وأي حاجة بتمنيها طبعاً أملك ربنا في الأكل، يعني ربنا يرزقني بالعريس الكويس وأنجح وأشتغل وأشوف شكله مناسب. بس يا سافر يحقق لي كل أحلامي، أنا شايفه بحاجة كبيرة عليها تاني وكده وحاجة مستقرة. أي حد أنا سيرة أي حاجة، مفيش حد يقول لي مين كده، هو ربنا حقق لكم كل اللي أنتوا زيه، بس هو طبعا أنا أديله حق ربنا زي ما هو زي حاجات كتير يا راجل. أهم شيء المعاملة، بس أهم شيء يعني الناس يكون عندها دور فيه.